بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه المصير. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الثاني من دورتنا هذه، في دورة مفاتيح العطاء، من الاستعداد إلى الإمداد، أو كما عرفت هذه الدورة من قبل، قوة الإرادة وكيفية جذب فرص النجاح. بالأمس كنا قد عرفنا بهذه الدورة، محاورها وأهدافها. كنت قد تكلمت عن قصة عم إبراهيم، ومن هذه القصة استخرجنا مجموعة من المعلومات أو مجموعة من الأفكار. تمكنا من أن نعرف السر الذي امتلكه عم إبراهيم. امتلك أربعة مفاتيح: أولا مفتاح الهدف، ثانيا مفتاح الصورة الذهنية لهذا الهدف، مفتاح الإيمان بهذا الهدف أو أسميناه اليقين، أو قلنا هو الرضا عما فات والتسليم لما هو آت. ثم هناك المفتاح الرابع، وهو الانتباه. وعرفنا الانتباه بأنه القدرة على اختبار وجود الفرصة، وكنا قد بينا كل ذلك في قصة عم إبراهيم بالأمس. بعدها شرعنا في وضع مجموعة من القواعد أو القوانين أو المقدمات، نراجعها سريعا الآن. أولا، لا يحدث شيء في هذا العالم عبثا، كل شيء بقدر. دعوني في هذه الفقرة سريعا أتكلم عن الحظ وعن الصدفة. نحن كمسلمين كعرب نؤمن بشيء اسمه الحظ، أو نقول صدفة. إيماننا بالحظ يختلف عن إيمان الغرب بالحظ. الغرب عرفوا الحظ بأنه فرصة زائد استعداد. ما هو الحظ؟ هو فرصة زائد استعداد. الفرصة موجودة وأنا مستعد لاقتناصها، عندي حظ إذن، يعني عندي استعداد. معنى كلمة أنا محظوظ يعني أنا عندي استعداد، استعداد لاقتناص الفرصة. معنى أنا لست محظوظا، ما عندي حظ، يعني أنا لست مستعدا لاقتناص الفرصة. الحظ قانون، إذن الحظ قانون. فهناك فرص في هذا العالم، هنا وهناك. هناك أشخاص لهم أهداف وصور لهذه الأهداف وإيمان بهذه الأهداف وانتباه، يعني لهم استعداد لاقتناص هذه الفرصة. نسميه بين قوسين قانون حظية والحظوة. فالحظ هو اقتران اللغوي أو حتى المعنى الذي يوم. سر الحظ هو الإيمان بالهدف، سر الحظ هو الرضا والتسليم. وأتكلم عن الرضا اليوم بطريقة جديدة، آمل أن تكون مفيدة جدا لكم بإذن الله. طيب، هذا الحظ، الصدفة يا جماعة. كلمة صدفة لما نجول العربية يقولوا صادف يصادف مصادفة، فهي صدفة. وكلمة صادف على وزن فاعل، وفاعل يعني هي مفاعلة بين شيئين. الإرادة صادفت الفرصة، الفرصة صادفت الإرادة. عندنا الصدفة، الصدفة هي اجتماع يعني قطعتين في قوقعة معينة، صدفة. فجزء من القوقعة هذه مع الجزء الثاني عندما التقيا صادف أحدهما الثاني، قلنا صدفة. المصادفة يا إخواني الكرام لها قانون، ولكن المشكل في مناهج التعليم، في وسائل الإعلام، في الثقافة الشعبية، أخذنا على أن الصدفة أو على أن الحظ هي أشياء عشوائية تحدث هكذا بطريقة ما بدون أي نظام.
لا يحدث شيء في هذا العالم عبثا، كل شيء بقدر. محمد عندما رآني في جنيف واقترب مني والتقط لي صورة، ثم دعاني إلى وجبة الإفطار، ثم أعطيته منحة ماجستير. أنا فقط رسول، فقط وسيلة من الوسائل، يعني حلقة من حلقات الفرصة. هل محمد أخذ نصيبه صدفة؟ لا، محمد يمثل الإرادة، أنا أمثل الفرصة. صادف شن طبقة في الأمثال العربية، يعني صادفت إرادة محمد فرصة موجودة فتعرف عليها. كيف تعرف عليها؟ هناك نور في القلب يا جماعة، هناك نور، ذلك النور هو الذي يدلك على فرصة. وسأبين هذا الأمر اليوم بتفصيل مناسب إن شاء الله عندما أتكلم عن المفتاح الثالث. طيب، المقدمة الثانية، قلنا بمقدار الاستعداد يكون الإمداد، بعبارة أخرى بمقدار الإرادة تكون الفرصة، بعبارة أخرى بمقدار الأعمال تكون الأحوال، بمقدار الدعاء تكون الإجابة. ندعو ربنا مرة أو مرتين ونتوقف، ثم نقول ما لماذا ربنا لا يستجيب لدعائنا؟ يا أخي توقفت، أنت توقفت، يعني الله عز وجل استجاب، ضمن الإجابة، أدعوني أستجب لكم، الإجابة مضمونة، ما فيش كلام يعني. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال أنا أحمل هم الدعاء لأنه طلب مني، ولا أحمل هم الإجابة لأنها ضمنت لي. الفرصة موجودة مضمونة يا جماعة. في كلمة جميلة للشيخ محمد العريفي، قال ليخرج الله عز وجل يوسف من السجن لم يرسل صاعقة تحطم السجن، ولم يرسل جيشا يحطم باب السجن، وإنما أرسل رؤيا في الليل إلى خيال الملك وهو نائم ليخرجه من السجن. واضح الفكرة هذه؟ يعني ستحدث أشياء بمقدار ما تريد أنت. هذا العالم خلق لأجلك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أنت، هذه الأحداث إنما تتتابع لتخدم من يستحق أن يخدم. وعرفنا بالأمس الفرصة، قلنا هي مجموعة من الأحداث تحدث في مكان ما وزمان ما، القصد منها تمكين صاحب الإرادة مما يريد. نعم،
المقدمة الثالثة أخوان الكرام وأخواتي الكريمات، قلنا على افتراض أنه عندي أهداف وعندي صور لهذه الأهداف وعندي إيمان وعندي انتباه، قلنا أنا أتحكم في أفكاري، أنا أتحكم في خيالي، أنا أتحكم في مشاعري، أنا أتحكم في أفعالي، إذن أنا أتحكم في طاقتي. الطاقة الآن في هذا الزمان، يعني في هذه الفترة الأخيرة، هناك بعض الناس ظهروا يدربون الطاقة. طيب معليش يا سيدي، فليكن ودرب هذه الطاقة. الطاقة في أساسها أفكارك، أفكار إيجابية طاقة إيجابية، أفكار سلبية طاقة سلبية. أنت متفائل طاقة إيجابية، أنت متشائم طاقة سلبية، تحسن الظن بالله طاقة إيجابية، تسيء الظن بالله طاقة سلبية، ترضى طاقة إيجابية، تحزن طاقة سلبية. سيدنا عيسى عليه السلام عندما مر على جيفة نتنة مع أحد الحواريين، والقصة معروفة، صاحبه قال عندما رأى الجيفة النتنة قال: ما أنتن رائحتها، وشد أنفه وانزعج من هذا المشهد، يعني طاقة سلبية. سيدنا عيسى عليه السلام قال: ولكن ما أشد بياض أسنانها، طاقة إيجابية. المشركون أرادوا أن يسيئوا لمحمد: أنت كاذب، أنت كاذب، أنت كاذب، والعالم كله كذاب، كذاب، ساحر، مجنون، كذاب. محمد لم يتأثر بهذا الكلام، لو تأثر به طاقة سلبية. هم يريدون أن ينشروا في طاقة سلبية، حرب نفسية يعني. هو قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، قولوا ما شئتم، أنا النبي لا كذب، أنا أعرف نفسي جيدا. طاقة إيجابية. الطاقة الإيجابية أفكارك، خيالك، مشاعرك، انتباهك، أفعالك، هذا كله عبارة عن طاقة تجمعها أنت وتؤثر بهذه الطاقة في العالم. نعم، طاقة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عندما بدأ دعوته في بيئة صعبة جدا جدا جدا، هي أصعب البيئات في التاريخ، جاهلية جهلاء، لما تراكمت طاقته الإيجابية عبر 10 سنوات من الدعوة أو 13 سنة من الدعوة، استطاع أن يجد مكان لبناء الدولة. سنة ما تكفيش، لأن الطاقة السلبية في الجاهلية كانت كبيرة جدا، فأحتاج إلى تراكم الطاقة الإيجابية حتى توازيها ثم تتغلب عليها. رغم أن محمد عظيم ونبي، ولكن يا محمد أنت في بيئة منتشرة فيها طاقة سلبية عجيبة 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 جدا، من معتقدات وقيم وأفكار ومشاعر كلها سلبي. يا محمد أنت مطلوب منك أن تصبر وأن ترضى وأن تتعلم وأن 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 حتى تصنع. 40 سنة من وضع سابق في ليبيا، يعني هذا صنع طاقة سلبية عجيبة أيضا. هل نستطيع أن نتغلب عليها في سنتين أو 3 سنوات؟ إذا لابد أن نتقبل يا أخواني الكرام ما يحدث. مزعج، نتقبله لأن الله خلقه هكذا. فعندما نطور من قناعاتنا، من أفكارنا، من هدوئنا، من مشاعر إيجابية، تتغير الأشياء. لما تصير الطاقة الإيجابية في المجتمع أقوى بكثير من الطاقة السلبية المتراكمة عبر السنين. نحتاج كم سنة؟ ماني عارف، وإنما ربما في لحظة واحدة، بهبة واحدة، تتغير الموازين في طاقة المكان وطاقة الأشياء من حولنا. أرجو أن يكون كلامي هذا واضحا. أنا أتكلم عن الطاقة بمعنى الفكر والخيال والمشاعر والأفعال. طيب، المقدمة الثالثة أخواني الكرام وأخواتي الكريمات، قلنا بأن قانون الجذب قانون كوني تتحكم فيه مراكز، أو قانون التوفيق تتحكم فيه مراكز الطاقة في الكون، الحياة، الإنسان. مركز الطاقة في الإنسان ما هو؟ العقل. ما هو العقل؟ هو النظام. أين أجد هذا النظام؟ في عمل الدماغ وفي عمل القلب، وسأبين بأن القلب فيه سر عجيب جدا بعد قليل. نعم، حتى موضوع العقل في الدراسات ربما الإسلامية القديمة، أبو حامد الغزالي رحمه الله في بعض كتبه من بين الإحياء قال: العقل عقلان، صنف العقل، يعني العقل عقلان: عقل الإدراك وعقل التجارب، الوعي واللاوعي، قبل أن يأتي فرويد يعني، ويحكي عن الشعور ولا شعور والوعي واللاوعي. من زمان المسلمون يعرفون بأن هناك وعي ولا وعي، هذا عقل وهذا عقل. وجدت في كتاب ابن عبد ربه في العقد الفريد، كتاب الأدب يعني، يذكر كلاما منسوبا للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، يقول: العقل عقلان، عقل الحواس الوعي، وعقل الغرائز اللاوعي.
إذن هذا هو الطاقة أو هذا هو النظام أو هذا هو مركز الجذب، مركز الطاقة في الإنسان هو العقل. المقدمة الخامسة التي ختمنا بها المقدمات، ماذا قلنا؟ كل شيء ثابت حتى يراقب، بمعنى أن الإرادة ساكنة تقابلها فرصة ساكنة، إرادة متحركة نشطة تقابلها فرصة متحركة نشطة، إرادة جاذبة تقابلها فرصة جاذبة أو منجذبة بحسب قوة أحد الطرفين، مثل ما يحدث في عالم الأشياء بين المواد فيزيائيا يعني. وهنا ممكن أشير إلى مسألة في غاية الأهمية. يا أخواني الكرام، الله عز وجل خلق هذا العالم في منشأ الخلق بقانون واحد، ثم تفرعت القوانين. هذا القانون اللي نوجده في الطبيعة موجود في الإنسان. العالم الكون فيزيائيا في قانون جاذبية، الإنسان في العقل عنده قانون جاذبية، العالم في قانون المراسلات، العقل عنده قانون التخاطر المراسلات، يعني ساعات تجيك معلومات هكذا عن طريق التخاطر، فكأنك تستقبل رسالة واضحة من شخص آخر في نفس الوقت يفكر فيها. وهذا يصير بين أم وابنها، بين أخ وأخوه، بين صديق وصديقه، بين عمر وسارية، قصة معروفة، يا سارية الجبل الجبل. نعم، العالم في قانون التراكم، فيضانات وزلازل، العقل في قانون التراكم، وبعدين تأتي الأمراض والمشكلات. كل القوانين الفيزيائية اللي موجودة في الكون كلها موجود في العقل. الوقت لا يسمحون لي أبين بعض الأمثلة الحية في هذا السياق، وإنما قلنا القاعدة الخامسة أو المقدمة الخامسة، كل شيء ثابت حتى يراقب، والفرص في الأصل ساكنة تتحرك بحركة الإرادة. أنهينا المقدمات الخمس ودخلنا مع المفاتيح وذكرنا الأوراجعة، وذكرنا المفتاح الأول وهو مفتاح التعبير عن الإرادة. أنا عندي هدف يا جماعة، عندي هدف. هذا الهدف لا ينفع أن يكون هدفا غير معلن، أنا مضطر لأعلن الهدف بطريقة ما. وقد ذكرت أمثلة في الأمس، ذكرت قصة عبد الرحمن في بروكسل، ذكرت قصة من؟ عن إبراهيم من قبل يعني، ذكرت قصة محمد، لا في موضوع التعبير عن الإرادة ظهرت قصة الخباز، أتكلم عن التعبير عن الإرادة. هو كل القصص فيها تعبير عن الإرادة كلها يعني. عبد الرحمن، وذكرت قصة عكاشة، واضحة الفكرة. وذكرت قصة النبي سليمان عندما أراد أن يكون له ملك عظيم، تمنى ذلك في نفسه، هو يريد أن يكون له ملك عظيم وعبر عن الإرادة. ذكرتها اليوم. طيب، عبر عن الإرادة يا أخواني الكرام، قال ربي اغفر لي وهب لي، هو تعبير عن الإرادة، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لأنه هذا دعاء، هذا تعبير عن الإرادة، والدعاء تعبير عن الإرادة، الإجابة كانت جاهزة. قال فهذا عطاؤنا، قال له هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب، يعني عطاء مدهش من غير شروط. النبي يوسف عليه السلام عندما أراد أن يصرف عنه كيدهن عبر عن الإرادة، قال ربي صرف عني كيدهن. وعندما دخل السجن ولا قال ربي السجن أحب إلي، الإجابة كانت جاهزة، دخل السجن. نعم، وهكذا زكريا عندما أراد الولد عبر عن الإرادة. التعبير عن الإرادة أمر ضروري لاكتشاف وجود الفرصة. هذه مرة كنت هنا في ليبيا قبل أعتقد سنة ونص تقريبا، آخر زيارة، وكنت في دورة في دار الإفتاء في التخطيط الشخصي، وكانت عندي مهمة إلى جزر المالديف من أجل تحضيرات الملتقى السنوي خاص بسفراء التنمية. وأنا ما عندي فكرة عن جزر المالديف، لا أعرفها. في الأنترنت خفت يعني لما شفت الأسعار نار، يعني لابد من شخص خبير له خبرة بالمكان يعطيني حلول. فعبرت عن الإرادة، قلت يا جماعة أنا أبحث عن شركة سياحية أو شخص زار جزر المالديف، أتكلم هكذا مع جماعة يعني دون أن أعي بأن الفرصة موجودة. قلت لهم أبحثوا عن أي شخص له خبرة بجزر المالديف، فإذا بأحد الحضور يقول لي عندي ابن أختي كان في جزر المالديف قبل أسبوعين وصاحب شركة سياحية ويستطيع أن يعطيك ما تشاء من معلومات. وفعلا أخذت ما أريد من معلومات وتيسرت رحلتي وقمت بعملي كما يجب. أنت لما تعبر عن الإرادة الفرصة قد تكون بين يديك يعني. وذكرت قصة ذلك الشاب في بيروت عندما أراد أن يحضر دورة تدريبية
وذكرت قصة أحد الشباب هنا في هذا المكان عندما أراد أن يدرس في محط طيران، عندما كان الشخص الذي بجنبه أستاذا في محط طيران. يا أخواني الكرام، حتى ولا تجد هذه إيجابية، حتى وتقول أنا أريد أو أفكر أو أبحث عن، وبعدين ليس هناك إجابة، معليش أنت عندك سلوك إيجابي على الأقل، يعني إذا اليوم ما تصل تصل بكرة، تصل بعد بكرة، عندك السلوك الذي نبحث عنه، السلوك المعبر عن الطاقة الإيجابية. طيب، ذكرنا بعض الأشياء هنا. الآن حتى أنهي هذا الموضوع، اكتبوا عندكم الإجراءات والمهام، حتى ننهي الكلام عن المفتاح الأول، الإجراءات والمهام، بمعنى ما الذي يجب علينا أن نقوم به حتى نحصل على المفتاح الأول. المفتاح الأول ما هو يا جماعة؟ مفتاح الهدف، وشرطه التعبير عن الإرادة. هناك إجراءات يجب أن نقوم بها حتى نحصل على هذا المفتاح، إجراءات سهلة ما هي صعبة أبدا. واحد، اكتب أهدافك في مختلف جوانب الحياة، اكتب أهدافك، اكتب أهدافك في مختلف جوانب الحياة، بين قوسين أنصح بحضور دورة التخطيط الشخصي الاستراتيجي. يا سيدي على الأقل تعرف أهدافك، هذا أضعف الإيمان. يعني أنصح بحضور دورة التخطيط الشخصي الاستراتيجي، سفراء التنمية في ليبيا يقدمون هذه الدورة منذ سنوات، عبد القادر موجود، عبد القادر الفاسي وغيره، لا أدري، حتى أخ سامي، أستاذ سامي يقدم هذه الدورة، وهناك كثيرون يقدمون هذه الدورة هنا في ليبيا. أقل شيء أنك تستطيع أن تكتب أهدافك بطريقة جيدة، هذا أول شرط للحصول على هذا المفتاح. اكتب أهدافك، احضر هذه الدورة إذا لم تحضرها من قبل، إذا حضرتها من قبل عد إلى البيت وراجع أهدافك بطريقة أخرى، بطريقة جديدة. يعني اثنين، عبر عن إرادتك بالطريقة المناسبة في المكان المناسب، عبر عن إرادتك بالطريقة المناسبة في المكان المناسب. أنت تريد، عبر عن ذلك بطريقة مناسبة. إذا تريد أن تكون أستاذا في الجامعة، اذهب إلى الجامعة وقدم طلبا. تريد أن تسافر إلى بلد معين، اذهب إلى سفارة ذلك البلد وقدم طلب تأشيرة. تريد أن ترسل رسالة إلى الله عز وجل ليتقبل شأن من شؤونك، تمثل يعني وضعية الدعاء وابعث رسالتك. أنت مطالب أن تعبر عن الإرادة بالطريقة المناسبة في المكان المناسب. ما ينفع أن واحد يريد أن يدرس في الجامعة يمشي إلى حارس الجامعة ويقول له شفهيا يا سيد الحارس أنا أريد أدرس في هذه الجامعة ثم ينصرف. ما ينفع. بالطريقة المناسبة في المكان المناسب. واحد يريد الزواج ماذا يفعل يا جماعة؟ يخطب. ما هي الخطبة أو الخطبة؟ ما هي الخطبة هذه؟ تعبير عن إرادة. حتى في المعاملات فيه صيغة، ما هي الصيغة؟ إجابة وقبول، تعبير عن إرادة. يعني هذا منهج حياة، منهج نجاح، التعبير عن الإرادة. الإجراء الثالث يا جماعة نكتبوه أيضا، أكثر من الدعاء قل يا رب، أكثر من الدعاء قل يا رب. أنت عندما تقول يا ربي يا الله اعطيني، يا الله وفقني، يا الله، يا مرة اثنين ثلاثة أربعة، في حقيقة الأمر أنت تحرك إرادة ساكنة وتقويها تقويها تقويها حتى تصبح الإرادة جاذبة. تحتاج كم يا الله؟ بعض الفرص تحتاج خمس مرات، بعض الفرص تحتاج ألف مرة، مثل فرصة اكتشاف المصباح الكهربائي. يعني إيديسون كان مطالب أن يعبر عن إرادته بطريقة مناسبة في المكان المناسب ألف مرة، وبعدين استطاع أن يحصل على نتيجة مبهرة، مصباح كهربائي. النبي الكريم كان مطالب أن يعبر عن إرادة للهجرة مرتين أو ثلاث، وبعدين حصل على فرصة المدينة عندما التقى مع الأوس والخزرج في الحج، في موسم الحج. يعني الدعاء يا أخوان الكرام ليس مجرد كلمات. هنا قلنا الأفكار طاقة، عندما تقول يا الله هذه طاقة، مرة اثنين ثلاثة أربعة تتراكم الطاقة، كانت إرادة ساكنة أصبحت إرادة نشطة بتراكمها، وبعدين ذلك التكرار يصنع عندك إرادة جاذبة، أي القدرة على الانتباه لاقتناص الفرصة، لأنك مهيئ لذلك بتكرار
هذه التمارين أو هذا الدعاء أو هذا التعبير إلى آخره. رابعا التزم التكرار والتنويع. التزم التكرار والتنويع. عندي صديق لا أعرفه بعدين تعرفت عليه، التزم التكرار والتنويع. في 2007 التقيت في الإمارات في الشارقة مع شاب جزائري لا أعرفه، في زحمة الخروج من المسجد، أول صلاة في الإمارات في هذه الزيارة، أول زيارة كذلك، تمنيت في داخلي أو دعوت ربي، قلت يا ربي وفقني لألتقي مع شاب جزائري ناجح يساعدني في بعض المهام هناك في الإمارات، وحددت رسالتي والله يا جماعة سبحان الله، صليت دعوت قمت من مكاني، في زحمة الخروج صدمني أحد الشباب احتذر مني اللهجة الجزائرية، قلت أخ جزائري؟ قال لي نعم، قلت له حتى أنا جزائري، منين من الجزائر؟ قال لي من مدينة هي مسقط الرأس تسمى شلف يعني، فقلت أنا من شلف، وبعدين أمسكني من يدي وخرجنا مع بعض في زحمة الخروج ودعاني إلى جلسة هكذا، فذهبت معه ثم تعرفت عليه أكثر، فإذا به هذا الشاب هو مدير شركة اتصالات فرنسية لها فروع كثيرة في آسيا، هو مدير هذه الشركة الإقليمي وراتبه كبير جدا ما شاء الله، ويسكن في أحسن فيلا في الشارقة بكفالة الراتب يعني أو بكفالة الشركة. شاب صغير أقل مني بسنتين، مواليد 69. فسألته عبد اللطيف أخبرني رجاء كيف تمكنت أن تحصل على هذا المنصب الكبير ما شاء الله؟ قال لي قصة طويلة. قلت له احكي لي معليش أنا مهتم بالنجاح. قال لي عندما تخرجت من الجامعة تقني سامي 3 سنوات في الاتصالات، بعدين بحث عن عمل في الاتصالات ما فيش عمل في الجزائر خارج تقني سامي اتصالات، عينه ساعي بريد. قال ما ينفع، شو هذه ساعي بريد؟ أنا أريد اتصالات. فاضطر أن يهاجر إلى فرنسا ولا يعرف أحدا وتعب كثيرا، وبعد سنة أو سنة وشوية جمع فلوس واستطاع أن يدخل الجامعة ليكمل دراسته في معهد الاتصالات هناك، وبعد 2 سنوات أتم الدراسة خرج مهندس اتصالات، ثم ذهب إلى 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 شركة تسمى شركة روشن في فرنسا عندها فروع في آسيا هذه الشركة، وقال لهم أنا أريد أشتغل عندكم كمهندس، قدم لهم طلب خطي طبعا يعني، بعد 3 4 أيام رجعوا له إجابة بأنه نعتذر منك ويؤسفنا وما عندناش مناصب، فعندما جاءه رد تركه جانبا، قال لا أنا لا أريد هذا، أنا أريد العمل وليس تركه جانبا وبعث رسالة ثانية، بعد 3 4 أيام رجعوا له رد يؤسفنا، وبعث رسالة ثالثة، في سنة وشهرين يقول لي عبد اللطيف دكتور والله أرسلت أكثر من 100 رسالة لنفس المكان بالإضافة إلى رسائل إلى أماكن أخرى، قال لي 100 رسالة، أنا مصر على روشن لأنه أعرف المزايا اللي عندها، وبعث إلى أماكن أخرى، ووعدني، كنت عنده في كامبالا، كنت عنده في كامبالا قبل عدة أسابيع، أسبوعين فقط، هو الآن مدير شركة وعنده فروع في إفريقيا أيضا، والتقينا في أوغندا قبل أيام، وقلت قال لي عندي في البيت ملف هكذا من ردود الشركة الخاصة بالرفض، قلت له رجاء صور لي هذا الملف وبعثه لي أنا أحتاجه، على الأقل يصور لي هكذا بعض الأشياء حتى يتعلم الناس معنى قوة الإرادة يا أخوانا الكرام. المهم في المرة رقم 100 أو أكثر أو أقل بقليل أخذ الطلب بيده إلى الشركة، وهو داخل خارج من الشركة أحد الأساتذة اللي درسوه في الجامعة كان يدرب داخل الشركة، فالتقى مع عبد اللطيف. عبد اللطيف قال له نعم، ماذا تفعل هنا يا بني؟ قالوا أنا أريد أعمل في هذه الشركة. قالوا يا بني شركة كبيرة وتحتاج إلى خبرة وكذا. قالوا يا سيدي جربوني. ثم سأله الأستاذ هذا، قالوا وأنت ماذا فعلت؟ قالوا أرسلت لهم 100 رسالة. قالوا مستحيل. قالوا والله. قالوا تعال معي. عبد اللطيف يقول لي هذا الأستاذ تعجب من الأمر، كيف أبعث 100 رسالة؟ فشك في الأمر. قالوا تعال معي لنتأكد. فدخل معه إلى مدير الشركة يعرفه، فهذا الأستاذ يقول لمدير الشركة هذا الجزائري يدعي بأنه أرسل إليكم 100 طلب وأنا أريد أتأكد بأن هناك إنسان يقوم بهذا العمل. مدير الشركة أو مدير الموظفين شخصية مهمة يعني، قال له إن أرسل فعلا 100 طلب فأنا موافق على توظيفه الآن. طلب من الكاتبة من السكرتيرية
أنه تعطيه البريد ليتابع الأمر. حسبوا 1 2 3 4 5 6 10 20 قالوا يكفي خلاص كفيني، هذا الشاب نحتاجه. وتم توظيفه براتب 4000 دولار، ولم يكلف بأي مهمة، فقط بتدريبه على معالجة الشبكات، تدريب فقط وراتب ما شاء الله. بعد سنتين عبد اللطيف سمع بأن مدير الشركة في أفغانستان جاءه عرض من جهة أخرى فانتقل إلى مكان آخر، فذهب إلى مدير الشركة وقال له سمعت بأن فرعكم في هذه الجهة ليس له مدير، ومن كلفتموه بهذه المهمة لم يقبل، فأنا جاهز. قال له تذهب إلى أفغانستان؟ قال له نعم. وين المشكلة يعني؟ فعينوه كمدير لمكتب الشركة أو لفرع الشركة في أفغانستان، وبدأت تظهر مهاراته. وبعدين عين مدير إقليمي لكل شركة في كل منطقة آسيا، 11 فرع أو 12 فرع في آسيا. يا أخواني الكرام، كيف حدث هذا الأمر؟ عبد اللطيف عبر عن الإرادة، وليس هذا فقط، التزم التكرار. التكرار يا أخواني الكرام فيه سر عجيب والله. حتى سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لما تعيشها فيها سر عجيب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لما نصلي ونكرر الفاتحة لما نعيشها فيها سر عجيب. الفاتحة فيها شيء اسمه، فيها كلمة اهدنا الصراط المستقيم، فيها سر عجيب والله. أنا لما كل مرة أقف عند اهدنا الصراط المستقيم، ما معنى هذا بالضبط؟ الصراط المستقيم ليس فقط أمر متعلق بالإيمانيات، حتى نحو الأهداف هناك صراط مستقيم. يعني هناك رؤية، اللي وصلني الرؤية الهدف الاستراتيجي، اللي وصلني له الهدف التكتيكي، اللي وصلني له الهدف الإجرائي، اللي وصلني له الوسائل، اهدنا الصراط المستقيم. فرؤيتي تحتاج إلى إجراءات في نفس الاتجاه. مثلا فكرة هكذا تأتي في ذهن الإنسان إذا ركز على هذا المعنى. مثلا التزم التكرار والتنويع، هذه 4 إجراءات يا إخواني الكرام، إن نحن التزمنا بها نستطيع أن نمتلك المفتاح الأول. وطبعا نحن في حاجة إلى باقي المفاتيح. الآن أطلب منكم كل واحد من أخوة الكرام يحاول أن يكتب من جديد الهدف الذي كتبه بالأمس، يعيد تأكيد عليه، يعني الهدف الذي كتبه بالأمس مرة ثانية يكتبه مرة ثانية، أو بإمكانه أن يكتب هدفا ثانيا وهدفا ثالثا. أرجو أن تضعوا في الهدف زمن، تاريخ، شهر والسنة. أنت تريد أو ربما تريد أن تفتح ملف إرادة جديد الآن، افتحه الآن. قل أريد، عبر عن الإرادة، قل أريد. بالأمس ربما سمعنا لأحد الأخوة الكرام قال أن أكون مدربا محترفا في مجال كذا باعتماد هذه الجهة مثلا، وقال أحدكم في هذا المكان سمعنا إلى بعض الأهداف، صح؟ نعم. وقال صديقنا هناك أن أجد فرصة عمل أو منصب أستاذ في معهد البحرية أو ما شابه، وفي اللحظة جاءه عرض من أحد الأساتذة ليعمل في هذا المعهد في تلك اللحظة بالذات. يعني قال له تعال عندنا المنصب موجود، أهلا وسهلا بك. يعني لما عبر عن الإرادة كان الفرصة موجودة يعني ربما. طيب يا جماعة، هذا الهدف اللي كتبتموه الآن لما ترجع للبيت، أول إجراء ما هو؟ أن تكتبه بطريقة واضحة تماما. ثاني إجراء أن ترسل طلبا بذلك إلى الجهة التي يمكن أن يكون فيها الهدف. طلب تعبر عن الإرادة يعني لا غير، أن تدعو الله عز وجل مرة أو مرتين أو 3 مرات أو ما تيسر معك، وأن تلتزم بعد ذلك التكرار والتنويع. أعدكم بأن المفتاح الأول في جيبكم. لو عندي وقت أقص عليكم تجارب عجيبة. كلكم يعرف قصة الحاج بن منصور محمد بن أبي عامر، نعم، صاحب الحمار الحمال. هل عبر عن الإرادة بأن يكون أميرا؟ ما تعبر في السوق عندما كان حمالا وهو لا شيء، وهو لا شيء، عبر عن الإرادة. قال لصاحبيه أنا قررت أن أكون أميرا لهذا القصر في الجراس، الجزيرة الخضراء. يعني هو تمنى أن يكون أمير في مدينة من المدن، بلدة من البلدات يعني.
فعندما قال هذا الكلام قال لصاحبيه تمنيا علي، قصة معروفة. فتمنى أحدهما أن يهبه بيتا وضيعة وبستانا وجواري وذهبا وإلى آخره، وقال له الثاني إذا كنت أنت أميرا لهذا القصر فاحملني على حمار واعكس وجهي إلى عكس اتجاه السير واجمع الناس ليقولوا هذا مجنون. قال اتفقنا. وبعد 22 سنة استطاع محمد بن أبي عامر مش أن يكون فقط أمير لألجراس جزيرة خضراء، بل أصبح أميرا لكل الأندلس. وفي عهده توسعت الفتوحات إلى آفاق أوروبا. ورأيت قصره قبل عدة أسابيع في برشلونة، عنده قصر عظيم في برشلونة في إسبانيا. لا لا لا، هذا قصر آخر يسمى قصر محمد بن أبي عامر، والمنطقة تسمى شارع محمد بن أبي عامر لليوم. ايه عبر عن الإرادة يا جماعة والله. ومع صاحبيها، شوفوا الرسالة العظيمة يا جماعة. واحد أيده وحفزه طاقة إيجابية، واحد شو عمل له؟ يعني حاول أن يكسر حلمه طاقة سلبية. هو الذي يستجيب، هو الذي يستجيب. تأثر بمن؟ بالطاقة الإيجابية أكيد. هذا قرارك يا أخي الكريم، هذا قرارك. وقصة طويلة لا أحكيها الآن، دعوني أنتقل معكم سريعا إلى المفتاح الثاني. نعم، احكي انا بعدين معلش في نهايه الجلسه هذه. تمام يا جماعه، ننتقل الى المفتاح الثاني. المفتاح الثاني نسميه مفتاح تصوير الاراده. انا اريد، عبرت عن الاراده يكفي؟ لا ما يكفي اكيد، هذا جيد وما يكفي. أنا مطالب بأن أنقل الكلمات من مستوى الألفاظ إلى مستوى الصورة الذهنية. الكلمات لا تؤثر، لا تحرك المشاعر. الصورة الذهنية تحرك المشاعر، تحرك الطاقة الإيجابية أو السلبية بحسب التصور. حتى أبين قيمة هذا المفتاح سأبدأ بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى اكتبوها عندكم: الصورة الذهنية مؤثرة. الخطوات الذكية للإرادة: الإرادة ساكنة، التعبير، التصوير متحركة نشطة حتى حتصير بعدين جاذبة إن شاء الله. إينشتاين قال كلمته المعروفة يعني شهيرة: الخيال أقوى من المعرفة. الخيال أقوى من المعرفة. الاكتشافات العلمية الحالية القديمة والحالية منشأها الخيال، الخيال العلمي يعني. حتى القصة الأدبية منشأها الخيال الأدبي. حتى اللعبة الرياضية الرائعة جدا منشأها الخيال الرياضي الحركي، الخيال الحركي. فيه أنواع الذكاءات. أي نعم جدا. فهناك أنواع الذكاءات، كل ذكاء له نوع من الخيال. الخيال اللغوي طلعنا أدب وقصص وأفلام وسيناريوهات ومسلسلات كثيرة يعني. الخيال العلمي طلعنا اكتشافات إلى آخره. الخيال الحركي طلعنا هكذا أرقام قياسية عالمية ومهارات فنية رياضية وأهداف كرة القدم وما شاء الله وإلى آخره. أنا قلت في المقدمة الأولى الصورة الذهنية مؤثرة، حتى نبين هذا الكلام يا جماعة. هذا الشخص ماذا يريد؟ أن يكون مراسل تلفزيوني يغطي النزاعات والحروب. هذا كيس بلاستيكي يا جماعة، وهذه ربما أي قطعة هكذا وجدها ووضع عليها هذا الإشارة ثم أصبح مراسل تلفزيوني. هذا يعبر عن إرادة صح؟ كيف عبر عن إرادة؟ بالكلمات؟ لا، بالصورة. هذه الصورة إما أتمثلها إما أتخيلها، ما هي مشكلة. هذا الشخص ماذا يريد؟ أن يكون إماما. وشوف يعني عبر عن إرادته بالصورة وليس بالكلمات. التعبير بالصورة أبلغ، يعني صنع خلفه ممكن الشباب قالوا لا ما مستحيل تكون انت امامنا، والله ما نقبل نلعب هذه اللعبه يعني. قال لهم معليش عندي حل اخر. فصنع اربعه، شو اسمها، اربعه رجال ثلج، وامهم وحق هدفه.
هذه مرة كنت في البيت دخلت على البنت الصغيرة آلاء، لقيتها عند مجموعة دومة هكذا، مجلسة دومة اثنين 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 اثنين، وحط قدامهم كتب كتاب كتاب ودرسهم. ولقيت واحد من الدومة في آخر الصف هناك ورافع يده هكذا تعاقبه. فسألتها: يا آلاء ما هذا؟ قلت لي: يا أبي رامي اقرأه. وهذاك؟ قلت لي: هذاك مشاغب، عمل مشاكل يعني. ماذا تريدين يا ابنتي؟ قال: أنا أريد أكون معلمة. وتعبر عن الإرادة بطريقتها بطريقتها. أطفالنا الآن يعبرون عن الإرادة بطريقتهم، كلهم حابين يكونوا رونالدو وميسي يعني، ولكن لا يعرفون الطريق فقط، أو لا يجدون الدعم. ولعلهم أفضل من هؤلاء، ولعله إذا وجد التحفيز الداخلي والخارجي ستكون رسالته أقوى وأبلغ من أي عامل آخر في مكان آخر ربما. المهم، الصورة الذهنية مؤثرة يا جماعة. دعوني أعطيكم مثال حتى يتضح المقال. كلكم يعرف قصة الهجرة النبوية، عندما أراد النبي الكريم أن يهاجر، المشركون كانوا قد ذاقوا به ذرعا وأرادوا أن يقتلوه، وكادوا له المكائد وجمعوا غلمانهم ودربهم ليقتلوه، وحاصروا بيته في اليوم المعلوم، كأنه تحسسوا وقت خروجه، حاصروا البيت. النبي الكريم استنفذ الجهد، مع استنفاذ الجهد تأتي المعجزة، بدون استنفاذ الجهد لا يأتي شيء، مع استنفاذ الجهد تأتي الفرصة، بدون استنفاذ الجهد لا يأتي شيء. فعندما استنفذ الجهد رغم الحصار جاءت المعجزة، فنام الجميع وخرج إلى الهجرة. عندما علمت قريش بأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نجا منهم، غضبوا كثيرا يعني، واجتمعوا عند فناء الكعبة، وقرروا أو نادوا بصوت بأعلى صوتهم بأنه من يأتي بمحمد حيا أو ميتا فله جائزة. هل قالوا من يأتي بمحمد له جائزة كبيرة؟ ماذا قالوا؟ له 100 ناقة، لأن كلمة جائزة كبيرة ليس لها صورة في الذهن. 100 ناقة لها صورة في الذهن، جائزة كبيرة لا تحفز. 100 ناقة نصف مليون دولار تحفز يعني. هم أذكياء، عندهم عقول يا جماعة. آمنوا كفروا هذا موضوع آخر. فعندما سمع الجماعة هناك بقيمة الجائزة أخذوا خيولهم وضربوا في الصحراء لعلهم يذفروا بمحمد ويأخذوا الجائزة. ضلوا الطريق إلا سراقة. سراقة استطاع أن يصل إلى مكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويكتشف السر الخطير. أراد أن يمسك بمحمد، وتعرفون القصة، حدث أن سقط مرة ومرتين وثلاث مرات، فعلم سراقة بعد أن بذل الجهد بأن محمدا ممنوع منه. ماذا فعل سراقة؟ سيعود إلى مكة، في احتمال أن يعود بمئة ناقة ويبقى الخطر قائم، أو يعود بصورة ذهنية أخرى ويزول الخطر. لو عاد بمئة ناقة في ذهنه ويلتقي مع الرصد في الطريق، كان يعني بعض الناس يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم بعض حتى القوافل، يعني مش قوافل وإنما مجموعات هكذا. النبي الكريم أوقفه وقال له: يا سراقة عمي عنا، لا تخبر عنا الطلب. فأشار سراقة بأن نعم، وعاد راجعا. أوقفه مرة أخرى قال له: ما بالك يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ قال له: ابن هرمز؟ قال له: نعم. أو كائن ذلك؟ قال له: نعم. قال له: اكتب لي بذلك كتاب. فكتب له كتاب، وذهب سراقة إلى مكة. عاد سراقة إلى مكة بسواري كسرى أم بمئة ناقة؟ بسواري كسرى. يخبر أو لا يخبر؟ لا يخبر. عندما كنت صغيرا وقرأت هذه القصة قلت: لماذا محمد صلى الله عليه وسلم يعني يعطي لعدوه جائزة؟ والله لا يستحقها، كيف يعطيه جائزة؟ لا، القصة ما هكذا يا جماعة. القصة أن سراقة محفز بمئة ناقة. سراقة لن يسكت، محفز بمئة ناقة. أنا مطالب، النبي كان مطالب بمسح هذه الصورة وتعويضها بصورة أخرى حتى أقوى، نعم، حتى يضمن بأن سراقة إذا عاد إلى مكة سيكون محفزا بشيء آخر، فلا يخبر مكة، أهل مكة، بمكان محمد. واضحة الفكرة؟ معجزة والله، ذكاء عالي جدا عند محمد، عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعرف بأن سراقة أو بأن الصورة الذهنية مؤثرة.
زمان جداتنا وكبار السن في العائلات كانوا يخوفونا بالغولة، يعني تعرفوا هذا الأمر. وكانت جدتي رحمها الله تصف لنا الغولة وصفا دقيقا حتى كأننا نراها. أنا شفت الغولة مرتين يا جماعة، لأنه في ذهني موجودة. مادام في الذهن موجودة سأجد مثلها، سأجدها في الخارج، يعني صورة ذهنية مؤثرة. وفعلا كنت أستجيب لتخويف الجدة والجد على أن الغولة موجودة فأذهب أنا. وبعدين اكتشفت الخدعة، يعني أنتم عارفين. المقدمة الثانية يا جماعة حتى أبين قيمة هذه الجزئية هنا ثم أعطيكم الإجراءات والمهام. المقدمة الثانية العقل الباطن لا يعي الكلمات ولا يتفاعل معها. العقل الباطن لا يعي الكلمات ولا يتفاعل معها. لماذا؟ لأنه لا وعي. لا وعي، لا يعي الكلمات، لا يتفاعل معها، وإنما يعي الرموز ويتفاعل معها. وإنما يعي الرموز ويتفاعل معها، ولا سيما الصور الذهنية والمشاعر القوية. مرة أخرى، العقل الباطن لا يعي الكلمات، لا يفهمها، لا يتفاعل معها الكلمات، وإنما يعي الرموز ويتفاعل معها. ما هي أهم الرموز التي يتفاعل معها؟ الصور الذهنية والمشاعر القوية. المشاعر يا أخواني الكرام هي تغيرات على مستوى الفيزيولوجيا الخارجية. الخوف عنده صورة، الغضب عنده صورة، البرد عنده صورة، شعور بالبرد يعني. أي شعور عنده فيزيولوجيا معينة، فعندما يراها الإنسان يستطيع أن يعرف أنه الشخص خائف ولا غضبان ولا جائع ولا بردان ولا أي شيء يعني. فهذه المشاعر. أما الصورة الذهنية فهي ما أضعه أنا في ذهنك الآن من أفكار أو معاني بطريقة بليغة. حتى القرآن الكريم يا أخواني الكرام تكلم عن الجنة وتكلم عن النار. هل قال الجنة وقال النار فقط؟ لا، وصف الجنة وصفا دقيقا كأنما نراها، وصف النار وصفا دقيقا كأننا نراها كذلك. أي نعم. فهذا الوصف القصد منه التأثير على اللاوعي، القصد منه هو التأثير في المشاعر، فتكون عندنا رغبة للجنة ورهبة من النار. تلك الرغبة والرهبة لا تكون إلا بجلاء هذه الصورة. أما أقول لك لو تعمل كذا عندك الجنة ولو تعمل كذا عندك النار، والنار والجنة مجرد كلمات لا قيمة لها. وأعطي مثال أوضح هنا يا جماعة. هناك شخصان، محمد وأخوه أحمد. محمد متعلم يا جماعة، دكتور متعلم. محمد عنده فكر، عنده قدرة على التخطيط ما شاء الله عليه، ولكنه ضعيف البنية، لا يستطيع أن يحمل هذه الطاولة، يعني مستحيل أن يحملها، صعب، ولا يستطيع أن يقفز من هنا، مكان عالي، فقدراته ضعيفة جدا، ما لا يحسن القفز، رغم أنه متعلم دكتور. هذا محمد. عنده أخوه أحمد. أحمد غير متعلم لأنه ولد لا يسمع ولا يتكلم، أبكم، لذلك والداه لم يعلمه، ما تعلم، أبكم، لا يسمع لا يتكلم. طيب، ولكن عنده قدرات بدنية خارقة للعادة، يستطيع أن يحمل هذه الطاولة بسهولة كاملة، ويستطيع أن يقفز من مكان عالي جدا، ما عنده مشكلة، قدرات طبيعية ممتازة. تخيلوا معي، من صفات أحمد يحب أخاه محمد، يحب أن يخدمه، يحب أن يساعده، أيضا يحب أن يتعلم من العلم الذي عند محمد. محمد يا جماعة يريد أن يحمل هذه الطاولة إلى خارج القاعة، يحاول لا يستطيع، بمن يستعين؟ بأخي أحمد. يكلمه يقول يا أخي أحمد أرجوك أن تساعدني أن نحمل الطاولة التي خلفي إلى خارج القاعة. هل يفهمه؟ لا يفهمه. لماذا لا يفهمه؟ لا يسمع، فلا يفهم الكلمات. فالرسالة المطلوبة مني أن أمررها إلى أحمد تقتضي أن أنقلها بطريقة رمزية، أشير إلى الطاولة وأعمل حركة الحمل هذه مثلا على أنني أريد أن أخرجها إلى خارج القاعة. يفهمني أحمد ويساعدني. إخواني الكرام، محمد يمثل الإرادة، أحمد يمثل القدرة. في التشبيه هذا، محمد هو الوعي الذي يريد، الذي يضع الأهداف،
أحمد هو اللاوعي الذي يقدر. يعني عندما كتبنا الهدف أنا كتبته بطريقة منطقية واقعية في قابلية للقياس في زمن هذا الأشياء من وضعها، الوعي أو اللاوعي؟ الوعي. أنا مدرك لأهمية الهدف، يفيدني في المستقبل في كذا، في أنا فيه استنتاج، في تحليل، في مقارنة. فالهدف وضعه الوعي. الوعي يريد، القدرة ليست عند الوعي، القدرة عند اللاوعي. أنا أريد من اللاوعي أن يريد معي فيساعدني. لما نقول له يا أحمد أنا أريدك أن تساعدني في كذا، لا يفهمني، فأنا مضطر لأنقل الرسالة بدل الكلمات إلى الصورة الذهنية. أنا أظن الكلام واضح يا جماعة. ممتاز. ما رأيكم الآن؟ واحد عنده هدف، أنا مثلا عندي هدف، قال أن أسافر إلى أستراليا. جالس في مكاني وأتخيل صورة ذهنية على أنه سأخذ طائرة من الجزائر إلى الدوحة أو إلى اسطنبول، ومن هناك إلى 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 سيدني مثلا، والمسافة حوالي 12 أو 13 ساعة بين الدوحة وبين سيدني مثلا، وتحتاج إلى مبلغ من المال قدره كذا، وأتخيل الصورة كاملة. ثم وصلت إلى سيدني وهناك أشخاص أعرفهم، أتخيل بأنهم استقبلوني خلاص يعني، ثم استضافوني في مكان ما، ورأيت بعض المعالم في سيدني أعرفها، ثم هكذا. هذه الصورة لابد أن أعيشها ذهنيا. واحد يا جماعة قال أريد أن أحج، ثم نسأله هل رأيت الحج؟ قال ما رأيته. شفت حاجة اسمها الحج؟ قال ما شفت. شفت الناس في حول الكعبة يطوفون؟ قال ما رأيت. عندك صورة في الداخل؟ قال ما عندي صورة. أنت تزعم ولا تريد، تزعم. من يريد الحج ذلك الهدف حتما 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 سيتحول إلى صورة مزعجة في الذهن، ترى الحجة باستمرار في منامك، في يقظتك، في التلفزيون، في الجرائد، في الانترنت، في هكذا. بداية الأمر إذن أن أنقل الهدف من معنى أو من الكلمات إلى الصورة الذهنية.